باشا، قبل ما تقول لي خليك في منتخب بلدك، انا عامل فيديو لمنتخب بلدي، واول قايمه بديت بيها واستفتحنا بيها كانت قايمه منتخب مصر. اتكلمنا على قايمه منتخب مصر اللي تم اعلانها قبل ما يتم اعلانها. بس احنا موضوعنا كبير، يعني احنا كده كده الاعلان بتاعنا بيسرب القايمه قبل ما المدير الفني بيفكر ان هو يعلنها، فعادي يعني. بس هتلاقيني بتكلم على منتخب مصر قبل ما اتكلم على منتخب تونس والقايمه بتاعته اللي السيد جلال القادري اعلنها، اللي هي 28 لاعب لمباراتي مالي في تصفيات كاس العالم قطر 2022. بشير بن سعيد، اتحاد المنستيرلي، ايمن دهمان، الصفاقسي، علي الجمل، النجم الساحلي، معز حسن، الافريقي التونسي، وما زال بعيد المعز بن شريفيه في حراسه المرمى. الدفاع ديلان برون، ميتس الفرنسي، اسامه الحدادي، ملاطاي سبور التركي، بلال العيفه، ابها السعودي، منتصر طالبي، روبن كازان الروسي، نادر غندري الافريقي. اول مره اسمع اسم نادر غندري ده، ما كانش موجود الايام بتاع منزل الباير. لو حد حاضر لحد الحته بتاع نادر غندري يقول لي، ما اعتقدش ان الراجل ده منذ الكبير كان ضمه قبل كده. محمد درجر، لوزين الفرنسي، حمزه المسلوس الزمالك، علي عبدي كان الفرنسي، علي معلول الاهلي المصري. وسط الملعب الياس سخيري، كولن الالماني، فرجاني ساسي، الدحيل القطري، عودة فرجاني، غيلان شعلاني الترجي، عيسى العيدوني بص عيسى العيدوني بيلعب فرقه في المجر، محمد علي بن رمضان الترجي، انيس بن سليمان بروندوبي الدنماركي، حنبعل المجبري مانشستر يونايتد الانجليزي، يوسف المساكني العرب القطري، وهب الخزري سانت تيان، نعيم سليتي الاتفاق السعودي، مرتضى بن وناس قاسم باشا التركي. برضه مرتضى بن وناس ما كانش موجود الفتره بتاع منزل الجبال. سعد بجير، ابها السعودي، الهجوم سيف الدين الجزيري، عصام عصام الدين الجزيري بتاعنا الزمالك المصري، عصام جبالي ودونيسي بوردو كلوب الدنماركي، طه ياسين الخنيسي كوتو كويتي، عودة طه ياسين الخنيسي، يعني انت في كل خط بسم الله ما شاء الله جايب حد جديد ما كانش موجود الفترة اللي فاتت مع منذ الكباير. جلال القدري بيثبت ان الافكار ما كانتش متشابهة قوي مع منذ الكباير، بدليل اختيار عودة فرجاني، عودة طه ياسين الخنيسي، وجود لعيب زي مرتضى بين والناس، وجود لعيب في خط الدفاع زي نادر غندري الافريقي. اعتقد ان دي افكار جديده بالنسبه لجلال القدري. اتمنى ان هو يكون ما كانش موافق على كل الافكار اللي منذ الكبار كان مؤمن بيها فنيا. نتمنى التوفيق للمنتخب التونسي امام المنتخب المالي، نتمنى نشوف المنتخب التونسي موجود معانا في كاس العالم قطر 2022، نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي في المباراتين. قايمه محترمه جدا، اتمنى ان فرجاني ساسي يكون بيأدي اداء كويس، هو ونعيم السليتي، ولعيب زي غيلان شعلاني، وكمان واحد زي عيسى العيدوني نص الملعب منتخب تونس. انا بصراحه معجب جدا بنص الملعب اللي فيه العيدوني، واللي فيه لعيب زي محمد علي بن رمضان، ونص الملعب اللي فيه كمان لعيب زي غيلان شعلاني، وشايف ان هي اسماء كويسه جدا. طبعا مع وجود علي معلول ناحيه الشمال، ومع وجود رجر ناحيه اليمين، واعتقد ان انت هتبقى عندك فرقه واضحه المعالم، ودي حاجه اتمنى ان المنتخب التونسي يحافظ عليها، القوام والهيكل الاساسي. طبعا مع وجود حارس زي بشير بن سعيد، واعتقد ان بلال العيفه هيحجز مكان في خط الدفاع، ممكن يكون جنبه لعيب زي ديلان برون، واعتقد ان ديلان برون هيكون جنبه. اعتقد ان دي التركيبه بتاع المنتخب التونسي. طبعا حربان المجبري اتمنى ان هو يكون موجود، لو تلعب 4 2 3 1 طبعا سيف الدين الجزيري هيكون سترايكر بالنسبه لك، لانه ما اعتقدش ان هتفكر ان انت تلعب بلعيب زي عصام جبالي او تلعب بطه ياسين خنيسي بعد عودته. اعتقد ان انت هيكون حنبال المجبري في مكان، ونعيم السليتي في مكان، وفي الحالتين نتمنى التوفيق برضو للمنتخب التونسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايي يا برو في القايمه، شايف ان هي قايمه محترمه جدا، وان شاء الله هي دي اللي هتخلص على منتخب مالي رايح جاي.